أشهد أن لا إله إلا الله، عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما كان الفحش في شيء إلا شانه، ولا كان الحياء في شيء قط إلا زانه. إن الله يحب الحيي الحليم المتعفف، ويبغض الفاحش البذيء السائل الملحف. إن الله حيي يحب الحياء، إن الله حيي ستير يحب الحياء والستر. ربنا جل جلاله بيحب الحياء والستر جل جلاله سبحانه وتعالى. فخليك من الذين يستحون. إن الله جل جلاله يحب ثلاثة. عن أبي ذر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يحب ثلاثة ويبغض ثلاثة: يبغض الشيخ الزاني، والفقير المختال، والمكنز البخيل. ويحب ثلاثة: رجل كان في كتيبة فكر يحميهم حتى قتل أو فتح الله عليه، ورجل كان في قوم فأدلجوا فنزلوا من آخر الليل وكان النوم أحب إليهم مما يعدل به فناموا وقام يتلو آياتي ويتملكني، ورجل كان في قوم فأتاهم رجل يسألهم بقرابة بينهم وبينه فبخلوا عنه وخلف بأعقابهم فأعطاه حيث لا يراه إلا الله ومن أعطاه. ثلاثة يبغضهم الله: الشيخ الزاني، وكلمة شيخ يعني كبير السن، كبير السن، يعني تطلق كلمة شيخ على الرجل كبير السن، مش المقصود به الشيخ اللي هو وإن كان ده وده. الشيخ الزاني الرجل كبير في السن. ليه؟ احنا قلنا الضابط قبل كده، قلنا القانون او قلنا القاعدة الفقهية: كلما ضعف الداعي وتم الفعل عظم الوزر، وكلما قوي الداعي وتم الترك عظم الأجر. فهنا الداعي ضعيف لأنه كبير في السن، والمآفة دي كثرت في هذه الأيام، كبار السن بقى فيهم فسق وفجور في الرجال والنساء للأسف الشديد. شاهد ايه؟ ان الشيخ زان والفقير المختال، فقير متكبر، والمكنز البخيل، يحوس وبخيل ما بيصرفش. ويحب ثلاثة: رجل كان في سرية فأقبل هو بوجهه افتداهم بنفسه. رجل كان في سفر نزلوا آخر الليل الكل ينام وهو وقف يصلي، ورجل كان في قوم جسائل طردوه هو تخلف عنهم واداله من وراهم. الميزة في الثلاثة ايه؟ التفرد. التفرد انك تبقى اللي انت بتفر منها، انك انت مش لاقي حد معاك. التفرد ده يحبه الله، يحبه الله سبحانه وتعالى. إن الله يحب الرفق في الأمر كله. إن الله لا يحب العقوق. عن المغيرة بن شعبة قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم أخذ بحجزة سفيان بن أبي سهل وهو يقول: يا سفيان بن أبي سهل، لا تسبل إزارك، فإن الله لا يحب المسبلين. كثر في هذه الأيام برضو موضوع الإسبال. كان في وقت من الأوقات يعني انتشر بين الإخوة وبين الدعاء وبين المشايخ الكتر الكلام على الإسبال وتحريم الإسبال. الإسبال اللي هو إيه؟ إن يبقى بنطلونك أو ثوبك، قميصك، جلبيتك نازلة تحت الرجل، تحت كعب الرجل،
العظم الناتئ على جانبي القدم نزل تحت منه، ده اسمه إسبال. الإسبال ان تبقى جلابيتك طويلة او بنطلونك طويل، ده الله لا يحبه. ان الله لا يحب المسبلين. مبقاش اليومين دول في اهتمام بالقضية دي، أزرة المؤمن الى انصاف الساقين. فلذلك يجب علينا ان ننتبه الى هذه القضية، قضية ان لا تطل ثوبك، قصر جلابيتك على قد ما تقدر، قصر بنطلونك على قد ما تقدر، قصر سروالك على قد ما تقدر. إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه. عايزين نستفيد منها أن الله عز وجل يحب العزائم، الأخذ بالعزيمة، كما يحب الأخذ بالرخصة، كما يحب الأخذ بالرخصة.